البداية من الكويت، وارتفعت أرباح بنك وربا الكويتي بنسبة 183% خلال العام الماضي على أساس سنوي وصولا ل 15.9 مليون دينار كويتي، وارتفع صافي الربح التشغيلي بنسبة 45.6% من نفس الفترة. نمت موجودات البنك بشكل طفيف بنسبة 3% وصولا ل 3.59 مليار دينار كويتي. نتحدث عن تفاصيل هذه الأرقام وأكثر، وينضم إلينا الزميل أسامة رشيد من الكويت وضيفه السيد شاهين حمد الغانم الرئيس التنفيذي لبنك وربا. أهلا بك وبضيفك أسامة، الهواء لك، تفضل. شكرا مي. يعني كما ذكرتي قبل دقائق نزلت على موقع بورصة الكويت الإفصاحات الخاصة بالبيانات المالية لبنك وربا، وكما أشرت نمو في الربحية بواقع 183% لتبلغ حوالي 16 مليون دينار. معنا السيد شاهين الغانم الرئيس التنفيذي للبنك، نقول لك في البداية مبروك هذه النتائج، ونسمع منك أهم الأرقام التي وردت في ميزانية 2011. طبعا ما في شك، كانت أهم الأرقام هي النمو الكبير اللي حققناه في صافي الربح، بلغ 16 مليون دينار كويتي بنمو قدرة 183%. طبعا إيراداتنا التشغيلية كذلك نمت بقوة قبل المخصصات إلى 76 مليون دينار كويتي بنسبة نمو 45%. جنب البنك حقيقة مخصصات قدرها 60 مليون دينار كويتي، بما نتج عنا صافي ربح 16 مليون دينار كويتي. طبعا نمونا ما في شك أتى من جميع قطاعات الأعمال لدى البنك. إجمالي أصولنا بلغت 3.6 مليار، إجمالي محفظتنا التمويلية بلغت 2.5 مليار دينار كويتي، ودائع العملاء بلغت 3 مليار و100 مليون دينار كويتي. الحمد لله هذا كله ما في شك ساهم في هذا النمو القوي في أرباح البنك. لكن أنا ألاحظ تقريبا 60 مليون دينار مخصصات، ألا تعتقد أن الرقم كبير بعض الشيء؟ طبعا مثل ما تعرف حريص بنك وربا أن يعزز ويدعم قاعدة الرأسمالية، فمن 60 مليون 20 مليون مخصصات احترازية، ومثل ما تعرف أن هذه المخصصات تساهم وتدعم القاعدة الرأسمالية للبنك، فنعتقد أن بنك وربا نما أو يعني كون جزء لا بأس فيه من المخصصات، كان له أثر إيجابي على نسبة متأخرات الديون، نسبة متأخرات الديون 1% فقط، بالإضافة إلى الأثر الإيجابي على نسبة التغطية بلغت 244%، فهذا ما في شك يعني تدعيم لجودة أصول بنك وربا. يعني أنا كان سؤالي عن جودة الأصول، إلى أي مدى هذه الأرباح في رأيك مستدامة، وإلى أي مدى هي اقتربت مما كانت عليه قبل الجائحة، بمعنى بين قوسين في 2019؟ طبعا أنا سعيد أن إحنا تجاوزنا أرقام 2019. صافي الربح يعني قبل المخصصات في 2019 كان 37 مليون فقط، إحنا اليوم 76 مليون، فنمو كبير عن 2019 ما في شك. هذا يعطي يعني مؤشر أن بنك وربا بالاتجاه السليم، بأن بنك وربا ينمو في أرباحه، بأن بنك وربا بدأ حقيقة يجني ثمار استراتيجيته اللي بناها قبل 5 سنوات. وهذا كان سؤالي، 76 مليون وهي المرة الأولى، من أين جاءت؟ ما هي العوامل التي أدت إلى هذه الأرباح؟ طبعا الجزء الرئيسي منها إيرادات التمويل، ومثل ما تعرف نمو بنك وربا في التمويل والحصة السوقية كبير، بالإضافة إلى إيرادات الاستثمارات بلغت 50 مليون دينار كويتي إيرادات استثمار، وطبعا هذا مثل ما قلت هذا نتيجة ومحصلة لاستراتيجية بنك وربا في التنويع مصادر دخله. سأقف عند محافظ التمويل، ويعني كما بدأ لنا 2021 كان صعبا بعض الشيء بالنسبة للتمويلات ونمو التمويل، كيف كان الأداء؟ طبعا مثل ما تعرف احنا في 2021 كانت منافسة قوية للقطاع بشكل كامل، خاصة الأفراد نما 1.6 مليار دينار كويتي، من 1.6 مليار دينار كويتي للبنوك الإسلامية، وهذا نسبة نمو كبيرة ومشجعة حقيقة، تعطي انطباع بأن البنوك الإسلامية في الكويت لها نمو قوي، وما في شك وربا كان له حصة فيها، وهذا أكيد داعم لإيرادات البنك. اسمح لي أن أسألك هذا السؤال، يعني الأرباح والنمو لكن لا توزيع،
هل يمكن أن نعرف السبب وراء عدم توزيع لهذه السنة؟ طبعا مثل ما تعرف قرر مجلس إدارة البنك عدم التوزيع لسببين حقيقة. السبب الرئيسي هو البنك زاد رأس ماله في شهر 11/2021، فمثل ما تعرف أن السنة اللي يتم فيها يعني زيادة رأس المال ما من المتعارف عليه ما يتم توزيع الأرباح، بالإضافة إلى بنك وربا في ظل هذا النمو السريع والقوي حريص أنه يدعم قاعدة رأس ماله، فلذلك حريص أنه يزيد ويدعم قاعدة الرأس مال وحقوق الملكية، فلذلك قررنا عدم التوزيع. يعني قلت أن هذه أو السنة المنتهية كانت سنة بدء جني ثمار الاستراتيجية، واضح لنا أكثر ماذا تقصد وما هو الجديد في استراتيجيات السنوات المقبلة؟ طبعا احنا الجديد يمكن في استراتيجية السنوات القادمة هو التركيز على إيرادات الرسوم، ومثل مثل ما تعرف بنك وربا طرح أول صندوق استثماري في السوق الكويتي في عام 21 نوفمبر قيمته أو حجمه 100 مليون دولار أمريكي، وكذلك لدينا صناديق إن شاء الله راح نطرحها في 2022، هذا راح يدعم رسوم إيرادات الرسوم، وهذا ما في شك راح يساهم إن شاء الله في تنويع الدخل، بالإضافة إلى تركيزنا إن شاء الله على النمو في قطاع الشركات، تمويل الشركات والأفراد كذلك. توقعاتنا 2022 أن راح يكون إن شاء الله نمو جيد، مثل ما تعرف الحكومة بدأت بتقليص الاشتراطات، وهذا أكيد راح يساهم في نمو السوق إن شاء الله. طيب سؤال أخير قبل أن ننهي، التحول الرقمي أين يقف بنك وربا منه، خصوصا أن البنك المركزي سمح للمصارف بتأسيس بنوك رقمية؟ صحيح، ما في شك أن خطوة البنك المركزي في السماح بتأسيس بنوك رقمية خطوة متميزة وخطوة جيدة، راح تساهم في تطوير السوق الكويتي، راح تساهم كذلك في يعني تقديم خدمات متميزة للعملاء. بنك وربا الآن في مرحلة تقييم هذه الخطوة ودراستها، وإن شاء الله بناء على دراستنا راح نحدد الخطوة المناسبة لنا إن شاء الله. شكرا لك يا أستاذ. شكرا جزيلا. يعني كما سمعتي مي، عام 2021 كان عام بدء جني الثمار، وهناك تفاؤل في الأعوام المقبلة، وهذا العام تحديدا عام 2021 كان فيه جزء كبير من المداخيل من إيرادات الاستثمار. شكرا جزيلا لك أسامة، وأشكر ضيفك السيد شاهين حمد الغانم الرئيس التنفيذي لبنك وربا على هذا اللقاء.